الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. حياكم الله إخواني أخواتي أبنائي بنياتي في حلقة جديدة من برنامجكم حق التلاوة. اليوم بإذن الله تعالى مقرر تلاوة سورة الرحمن من الآية 62 إلى آخر هذه السورة المباركة. تابعوا معنا وإن شاء الله بعدها سنستقبل تلاواتكم ومشاركاتكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهان متان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. كما تابعتم معنا من الآية 62 إلى آخر هذه السورة المباركة سورة الرحمن. نأخذ أول مشاركة عندنا علي نصير من الأردن. تفضل أشيخ علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان. أعد ومن دونهما جنتان مدهامتان. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان
حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على الأرض على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بارك الله فيك يا علي ونفع الله بك. طيب فاطمة نصير تفضل يا فاطمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بارك الله فيك يا فاطمة ونفع الله بك. طيب عائشة نصير تفضل يا عائشة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ما شاء الله تبارك الله جزاك الله خير عائشة ونفع الله بك. طيب سامي عيادي من إسبانيا تفضل يا شيخ سامي. سامي عيادي
سامي. طيب علي نايف من السعودية. سامي عياد. السلام عليكم. تفضل يا سامي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بارك الله فيك يا شيخ سامي ونفع الله بك، جزاك الله خير. طيب علي نايف من السعودية، تفضل يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بارك الله فيك شيخ علي ونفع الله بك، جزاك الله خير. طيب محمد محمد من مصر. محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
حور مقصورات في الخياب فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بارك الله فيك شيخ محمد ونفع الله بك. طيب ننتقل لعبد الرحمن محمد من مصر. تفضل عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان. عبد الرحمن الظاهر عنده مشكلة في الاتصال. ننتقل لبعده. ننتقل لبعده أسماء غندوز. أسماء قندوز من الجزائر. تفضل يا أسماء. أسماء موجودة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسماء تفضلي. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء عيد يا أسماء فيهن خيرات فيهن خيرات حسان خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بارك الله فيك أسماء. طيب عبد الله عبد الرحمن من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان
لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن متكئين على رفرف متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بارك الله فيك يا عبد الله ونفع الله بك. طيب ساجد، ساجد برقوم من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بارك الله فيك ساجد ونفع الله بك. طيب أمير نوزاد من العراق، تفضل يا أمير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بارك الله فيك يا أمير ونفع الله بك. طيب ننتقل للتشاد مع جمال آدم، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بارك الله فيك يا شيخ ونفع الله بك جمال. طيب نور عصام من ليبيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن دونهما فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان فبأي آلاء صوتك يا نور غير واضح. ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيه. طيب ننتقل لحلمي. هاني حلمي موجود؟ عندك مشكلة في الصوت يا نور عصام. طيب حلمي هاني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بس يا شيخ ابدأ من البداية. ايوه من بداية المقرر اليوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. بارك الله فيك ونفع الله بك. طيب معاذ، معاذ محمد، معاذ
معاذ محمد من مصر السلام موجود. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما خيرات حسان فبأي آلاء فيهن خيرات الحسان فيهن خيرات الحسان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. ذي الجلال صدق الله معاذ. العظيم ذي الجلال يا معاذ مش ذو ذي الجلال ذي الجلال والإكرام. طيب بارك الله فيك ونفع الله بك. طيب زيد رحومة من تونس. زيد رحومة طيب. عبد الرحمن ضياء من مصر. عبد الرحمن ضياء موجود؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكم مد يا عبد الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بارك الله فيك شيخ عبد الرحمن نفع الله بك. طيب عمر أحمد من السعودية تفضل يا عمر. عمر أحمد طيب. ياسين حسين السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ. طيب ياسين. السلام عليكم. ياسين حسين تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فاطمثهن إنس قبلهم ولا آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذو الجلال تبارك اسم ربك ذي الجلال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بارك الله فيك ياسين. طيب ريتاج حسين من مصر، تفضل يا ريتاج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن دونهما جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عين ناضختان. نضاختان. نضاختان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تكذبان بالذات، تكذبان. حورات مقصورات في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمسهن إنس قبلهن ولا جان. قبلهم مش قبلهن. قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقر حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. طيب شكرا يا ريتاج وبارك الله فيك. طيب رشا عبد الحكم، تفضلي يا رشا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن دونهما جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان.
طبختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ما شاء الله، بارك الله فيك يا رشا ونفع الله بك. طيب قصي بريمة من تونس. قصي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. طيب بارك الله فيك يا شيخ قصي، نفع الله بك. طيب ننتقل المغرب مع البراء القادري. البراء موجود. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما أعد. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان لا مد لازم مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان
حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ما شاء الله شيخ البراء القادري من المغرب، ما شاء الله، جزاك الله خير ونفع الله بك، ما شاء الله ممتاز. طيب ننتقل الآن للمشاركات عبر الواتساب. إلياس خالد من العراق، تفضل شيخ إلياس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن دونهما جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ طيب جزاك الله خير شيخ الياس ونفع الله بك. أمين حسين من بنغلاديش. مقصورة في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. حسبك حسبك. عندنا أمينة بارك الله فيك يا بنيتي، عندنا حور مقصورات في الخيام، وكذلك عندنا كلمة إنس، فهنا الإخفاء الحكم الأول لإدغام غير غنة أو إدغام بغنة عفوا، وإنس عندنا هنا نون ساكنة وبعدها السين، والسين من حروف الإخفاء الحقيقي، فانتبه إلى هذين الحكمين بارك الله فيك. طيب يوسف عبد الباسط، نصف المقرر فقط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مدهامتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء
ربكما تكذبان. ما شاء الله تبارك، جزاك الله خير يا شيخ يوسف بهذه التلاوة. نأتي إلى ختام هذه الحلقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا زدنا علما. مقارنة تلاوة الحلقة القادمة لله تعالى سورة الملك من مطلع الصورة إلى الآية الخامسة. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة غدا بإذن الله تعالى في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مكة المكرمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.